مشكله كبيره بتواجه مرضى الشلل الرباعي، وهي انهم غير قادرين على تحريك اطرافهم، وبالتالي هم مش قادرين ان هم يستخدموا الكراسي الكهربائيه اللي هي موجوده في السوق، اللي هي بيتم التحكم فيها عن طريق الجويستيك او عصايه التحكم. ففكره المشروع ان احنا نمكن مرضى الشلل الرباعي ان هم يستخدموا الكراسي دي عن طريق حركه الراس او اشارات المخ. ده يسهل لهم ان هم يتحكموا في الكراسي الكهربائيه ويتحركوا بدون الحاجه من مساعده حد يعني. النهارده تقريبا بنعلن يعني ان انتهاء المرحله النهائيه للكرسي. الكرسي جاهز دلوقتي، هنبدا بالانتاج الكمي، هنبدا بالتسويق ليه ان شاء الله، يغطي قطاعات كتيره هنا في مصر. في عدد كبير جدا هيبقى في احتياج لهذا الكرسي، وبعد كده نبدا في تسويق الكرسي ده تصدير. ولكن انا زي ما بقول لحضرتك، هو طموحات عبد الرحمن اكتر بكتير، برضو مش هيبقى ده النهائي، هو في دماغه حاجات كتيره باذن الله يبقى فيه. نستغل كل المواهب والامكانيات اللي عنده، ان على طول نواكب التكنولوجيا والتطور ونطوع كل الافكار اللي في دماغه ننفذها هنا عمليا.